السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي سناب رئاسة الحرمين في حلقة جديدة من برنامج أطهر بقاع ضمن مبادرة السنابات في خدمة أشرف المقدسات. وخير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم يتلوها أحد طلاب معهد الحرم الطالب عامر ابن أحمد هوساوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب. أخي المعتمد، إن المزاحمة الشديدة عند الحجر الأسود ليست مشروعة، فإن تيسر لك الاستلام بهدوء دون أذية للطائفين فتلك هي السنة، وإن لم يتيسر لك فإنك تشير إلى الحجر الأسود وتكبر. الشاذروان هو الوزرة المحيطة بأسفل جدار الكعبة المشرفة من مستوى الطواف، وهو مسنم الشكل ومبني من الرخام في الجهات الثلاث ما عدا جهة الحجر، ومثبت فيه حلقات يربط فيها ثوب الكعبة المشرفة. ولا يوجد أسفل جدار باب الكعبة المشرفة شاذروان. تقوم إدارة الهيئة بالمسجد الحرام بمنع اختلاط الرجال بالنساء في صحن المطاف في أوقات الصلوات، وتوجيه النساء إلى المصليات المخصصة لهن، كما تقوم أيضا بتنظيم الزوار والمعتمرين عند الملتزم والتوجيه واتباع هدي النبي عند تقبيل الحجر الأسود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حكم تقديم السعي على الطواف، أما في العمرة فإنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف، وأما في الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. بالنسبة للهرولة في السعي، النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وهرول ما بين الميلين الأخضرين، فإذا هذا من السنة، فهذه السنة من تركها فليس عليه شيء، والسنة أن تهرول إذا استطعت إلى ذلك، فإن لم تستطع فلا شيء عليك في ذلك. من استطاع أن يطوف على رجليه فهذا هو السنة، وأما إذا لم يستطع فإنه لا حرج عليه أن يركب بالعربة سواء كهربائية أو التي تدف، فإذا الطواف بالكعبة السنة أن يسير على قدميه، فإن لم يستطع فإنه يركب على العربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو على الجمل، فإذا هذا لا حرج على الإنسان في ذلك. أما الذي يستطيع فالسنة في حقه ألا يركب العربة ما دام مستطيعا، وأما إذا لم يستطع فإنه لا حرج عليه أن يركب على العربة ويطوف عليها. متابعين الكرام، وبهكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات برنامج أطهر البقاع، كل الشكر والتقدير لكم لحسن وطيب المتابعة، كما أيضا لا ننسى أن نشكر كافة الإدارات التي تعاونت معنا، ونشكر أيضا المنسقين في المركز الإعلامي. نراكم على خير، إلى اللقاء.